إذن على النهج جاء الدرب، برسوخ المبادئ تعززت الاستحقاقات، جلية واضحة ترسمها السياسات الناجعة للدبلوماسية الكويتية بعطاءاتها النيرة، طبعا التي تترجم كافة المفاهيم الدولية في فن العلاقات. دولة الكويت أكيد تحت قيادة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الرشيدة تقود العالم مجددا نحو الارتقاء بالمعاني الإنسانية السامية، تجمع أكيد المجتمع الدولي تحت راية واحدة عبر قاموسها الإنساني في تأكيد استحقاقات التنمية والنهوض الشامل لتعول على نجاح مؤتمرها غير المسبوق لإعادة إعمار العراق، طبعا بجهود جبارة على كافة المستويات ووسط أمال عريضة لتحقيق النصر الحقيقي للعراق الشقيق وسط تحديات إقليمية ودولية ما تتجاوزها دولة الكويت بحكمة وحنكة. نعم، اليوم إن شاء الله تنطلق القاطرة تعبر التاريخ عبر بوابات واسعة بمحطات تتعدد، تستشرف المستقبل وتتجاوز الصعوبات أيضا اليوم وليس غدا، تولد الحقائق وتدمغ الأبعاد الثابتة لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي انطلقت جلساته اليوم سعيا لإنجاز ما كان في الماضي رقما صعبا. إذن مشاهدي الكرام، من ثم حاليا سوف نخرج ونتابع هذا التقرير الخاص بقراءة في جلسات ومحاور ورؤى مؤتمر إعادة العراق، ومن ثم لنا عودة إن شاء الله لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة الخاصة. ها هي شوارع دولة الكويت تزدان بأعلام دول العالم، حيث انطلقت اليوم فعالية مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه البلاد حتى 14 من الشهر الجاري وسط تطلعات عراقية طموحة للخروج من المؤتمر بإسهامات مجزية لإعادة إعمار بلادهم ترسمها بادرة الكويت الإنسانية نحو بناء العراق وتعميره. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل تحصيل الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق عقب الحروب والصراعات التي تأثرت بها محافظات ومناطق عديدة هناك. وبترتيبات جبارة يقام المؤتمر في وقت تضع فيه حرب العراق مع ما يسمى تنظيم داعش أوزارها في خضم ما خلفته تلك الحروب من خسائر بشرية ومادية، إذ يعمل العراق على إعادة إعمار مناطق الصراع وإقامة المشاريع التنموية والإنسانية الكفيلة برعاية ضحايا الحرب وإعادة تأهيل البنى التحتية بجميع المدن العراقية التي عانت من ويلات تلك الحروب. ومع انطلاق جلسات المؤتمر يناقش اليوم الأول منه الأضرار التي تم إحصاؤها جراء الحرب والاحتياجات اللازمة لمعالجتها، إضافة إلى مشاريع دعم الاستقرار والمصالحة المجتمعية والتعايش السلمي. وعلى مسار منظور البناء ومقتضياته يبحث اليوم الثاني من المؤتمر الإجراءات الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، إذ سيتم عرض أكثر من 200 مشروعا استثماريا لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي منها مشاريع في إقليم كردستان. أما عن اليوم الثالث الختامي للمؤتمر والذي سيرعاه كل من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ورئيس الوزراء العراقي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي ومنسق الاتحاد الأوروبي الإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة لإعادة إعمار العراق. ويرافق انعقاد المؤتمر ثلاثة مؤتمرات مختصة، الأول لإعادة إعمار العراق، وتعرض في جلساته تفاصيل الوثائق الخاصة بالأضرار المباشرة وغير المباشرة والجهود المطلوبة للنهوض بالوضع الاقتصادي والخدمي بحضور مئات الخبراء الدوليين وممثل الوزارات والجهات ذات العلاقة. فيما يناقش المؤتمر الثاني بعنوان مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق دعم الاستقرار والاستجابة للاحتياجات الآتية بحضور نحو 70 موفد من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني العراقية والعربية والدولية وعدد من ممثلي الجهات المعنية. ويحضر المؤتمر الثالث المعنون باستثمر في العراق ممثلون عن مئات الشركات، إذ يتضمن معرضا نوعا
نوعيا كبيرا يشارك فيه مجموعة من الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والوزارات والجهات الأخرى لطرح العروض الاستثمارية الخاصة بهذا الشأن. البناء، الإعمار، التضامن، الإنسانية، مفردات تمثل أساسا راسخا للدبلوماسية الكويتية. مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، نافذة جديدة للعراق على العالم. مستمرون معكم في تقديم باقي فقرات حلقتنا الخاصة من موقع الحدث من داخل المركز العالمي للمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق بفندق الراية. وكما استمعنا للتقرير منذ قليل، فقد انطلق المؤتمر بجلساته الثرية بحضور دولي حاشد سعيا للخروج بنتائج إيجابية إن شاء الله تضمن عودة استقرار وأمن العراق الشقيق من بوابة رسم المستقبل الاستثماري والتنموي لهذا البلد الجار، عبر محاور واستحقاقات وأطروحات أيضا ومساهمات ومنح. طبعا أكيد راح نستوضح معكم الموضوع أكثر. يكون معنا في الاستوديو اليوم ضيفنا الكريم الدكتور حامد العبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، ويمتد أكيد الحوار عن هذا المؤتمر. رحب فيك في برنامج العالم هذا الصباح وهذه الحلقة الخاصة عن مؤتمر إعمار العراق. شكرا جزيلا، حياكم الله. يعطيك العافية. في البداية إذا ممكن نتكلم عن انطلاق المؤتمر الذي انطلق للتو، ودور الكويت اللي نقدر نقول أنها الدولة الدبلوماسية الإنسانية في معاملتها أو في تعاملها مع مثل هذا المؤتمر لإعمار العراق. طبعا هذا أول شيء شكر موصول لتلفزيون الكويت وقطاع الأخبار على هذه الاستضافة، وهذا ليس بغريب في الواقع. عندما أردنا أن نجيب على هذا السؤال، هذا ليس بغريب على دولة الكويت وعلى صاحب السمو اللي هو قائد الإنسانية، والكويت مركز العمل الإنساني. صحيح. يعني نتكلم عن الفترات الثلاث سنوات السابقة، الكويت استضافت ثلاث مؤتمرات للمانحين تعلقي بسوريا، أيضا استضافت كثير من المؤتمرات، وهذه أيضا بدأت تطلع الكويت دبلوماسية القمة، والبعض أطلق عليها الدبلوماسية الإنسانية. صحيح. الدبلوماسية الكويتية لو جينا نستعرضها راح نشوف أنها حمالة أوجه، يعني لها البعد العروبي القومي، البعد الإنساني، البعد الشعبي، البعد الاقتصادي، البعد الإسلامي. من أهم الجوانب اللي يجسدها هذا المؤتمر هو البعد الإنساني، واللي تكلم عنه صاحب السمو عندما أطلق دعوته قبل تقريبا عام أو بعد تخلص العراق من تنظيم داعش والقضاء عليه، دعوته لهذا المؤتمر لإعادة إعمار العراق. وبالتالي من سيستفيد من هذا المؤتمر؟ بالنهاية من يستفيد منه هم أفراد الشعب العراقي الذين دمرت مدنهم، دمرت مناطقهم، خسروا بيوتهم، أهليهم كثير منهم ذهبوا ضحايا. وبالتالي الفائدة من هذا المؤتمر ستعود إلى الشعب العراقي الذي يستحق الكثير، الذي عاني الكثير سواء كان في ظل النظام البائد أو في ظل هذه الحرب الطاحنة اللي تقريبا ثلاث أو أربع سنوات مع تنظيم داعش بما حدث من دمار في مناطق هذه المناطق. وبالتالي أيضا نقطة مهمة هنا يجب أن نذكرها، أن المؤتمر ليس فقط يدعو لإعادة إعمار المناطق التي دمرت، وإنما لإعادة إعمار العراق، لأن العراق يحتاج إلى اقتصاديا وتنمويا. نعم. وإنسانيا وغيرها. نعم. فبالتالي هذا يجسد دبلوماسية الكويت الإنسانية. هناك دكتور حامد إجماع عالمي ورهانات دولية على طبعا عدة تعول على نجاح غير مسبوق للمؤتمر، ما المؤشرات من هذا السياق؟ يعني العراق، إذا يقدر استعرض العراق في الواقع، العراق يعني تقريبا توقفت فيه التنمية فيما يتعلق بالبنية التحتية وكثير أمور منذ أن دخل العراق حربه مع إيران. يعني نتكلم من 1980، حرب 8 سنوات، ومن ثم ما تم من الحوادث وغيرها. زين، وفي الفترة الأخيرة تنظيم داعش، تنظيم داعش بالتحديد، والوضع الأمنية لم تكن في الواقع مستقرة طوال هذه الفترة. في العراق بحاجة إلى الكثير من الأمور، بحاجة إلى الكثير في المجال التعليمي، المجال الصحي، المجال البيئي، البنية التحتية. العراق يفتقد البنية التحتية. صحيح. وبالتالي أنا أعتقد أن أهمية هذا المؤتمر أنه دعوة لإعادة إعمار العراق بكل ما تحمله كلمة إعمار من معنى. نعم. إعمار يعني تنمية،
إعمار يعني صحة، الإعمار يعني تعليم، يعني تأهيل، يعني بيئة سليمة، بيئة نظيفة، لا ننسى أيضا الأهوار والمأساة اللي صارت في الأهوار. وبالتالي أنا أعتقد أن حجم المشاريع المطروحة، الفرص الاستثمارية اللي سيتم طرحها، يعني على سبيل المثال أعطيك رقم، 128 مشروع اقتصادي مطروح طبعا في هذه، سيطرح في هذه هذا المؤتمر، قابلة فقط مجرد التوقيع، يعني موجود كل شيء، قوانينها موجودة جاهزة، المشاريع موجودة جاهزة، فقط تحتاج إلى مستثمر لكي يبدأ هذا النشاط وهذا العمل. تنفيذ، يعني منتظرين التنفيذ. هذا 128 موجودين. طبعا هناك أشياء أخرى موجودة، وبالتالي أنا أعتقد أن نعول نحن كثيرا، والكويت والمنظمات المسؤولة عن هذا المؤتمر تعول كثيرا على هذا المؤتمر، لأن بالنهاية المستفيد هو الفرد العراقي، هو الشعب العراقي. والذي طبعا أكيد عانى، يعني الحرب الكل يعرف أنها بشعة، فالواحد فعلا التعامل مع هذا المشروع بطريقة إنسانية مثل ما يتفضل حضرة صاحب السمو في تعامله مع أي وضع يكون منكوب شنو ما كان، مثل ما تفضلت إذا توجه إنساني. الحين إحنا قاعدين نشوف حشد دولي يقوده حضرة صاحب السمو أمير البلاد لمساعدة العراق ولنجاح أعمال هذا المؤتمر، مثل ما تفضلت إذن في 128 عمل، يعني انتظار التوقيع، مشروع اقتصادي انتظار التوقيع اللي تبدأ الانطلاقة، كيف سيتحقق هذا؟ سيتحقق، يعني أنا أعتقد أن المؤتمر هو فرصة لاجتماع هذه المنظمات. أولا طبعا المؤتمر كما تعلمون هو في المنظمات غير حكومية، NGOs موجودة، ستناقش بعض الأمور المتعلقة بالجوانب الإنسانية، وهناك أيضا الجانب المتعلق بالقطاع الخاص. وهذا أعتقد أنا أن 1850 شركة موجودة الآن في الكويت هي الآن على هب الاستعداد لتنفيذ حكومية وخاصة. اي طبعا حكومية وخاصة. نعم. وبالتالي انا اعتقد ان العراق في حاجة الى هذه المشاريع. 850. الحين قد واحد يتساءل، لو افترضنا ان فقط 30% 40% من هذه المشاريع نفذت، 40% من هذه الشركات حصلت على العقود، انا اعتقد هذا كافي فعلا في الوقت الحاضر. زين؟ لان يعني في الوقت الحالي فقط دكتور. لا طبعا نتكلم انت العراق، شوف يعني قضيه الاقتصاد وقضيه الاستثمار تحتاج الى بيئه امنه. نعم. طبعا يقول دائما احنا نقول في الاقتصاد يقول راس المال جبان، وبالتالي راس المال يحتاج الى بيئه امنه. صحيح. البيئه الامنه بدات تتوفر في العراق بعد القضاء على داعش، تحتاج الى منظومه قانونيه تتعلق بالاستثمار الاجنبي لحمايه راس المال، تحتاج ايضا الى دعم دولي اللي هو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات الغير الحكومية وغيرها، الحكومة أيضا العراقية بمؤسساتها الاقتصادية وزاراتها، هذه بدأت الآن بدأت تتشكل هذه المنظومة متكاملة. وبالتالي أنا أعتقد يعني أن المؤتمر هذا سينجح، وأن الكثير المشاريع ستحصل على مستثمرين. وأقول لك أعطيك مثال، يعني أنا يمكن زرت العراق يمكن بالفترة الأخيرة خلال الخمس سنوات الماضية يمكن 6 مرات، ورأيت بأم عيني حجم الدمار اللي موجود، سواء في مثلا سامراء، مدينة سامراء على سبيل المثال، حتى في المناطق الأخرى في بغداد، في المناطق الأخرى. يعني العراق في الواقع في حاجة لبنية تحتية، تتكلم أنت عن الشوارع، تتكلم عن صرف صحي، تتكلم عن بيئة، تتكلم عن مدارس، تتكلم عن شوارع، تتكلم عن مستشفيات. وبالتالي العراق في حاجة، هذا المؤتمر جاء في وقته الصحيح، خصوصا بعد إعلان العراق قضاء على تنظيم داعش الإرهابي. نعم. وبالتالي هناك فرص، يعني تكلمنا اقتصاديا، ودعنا الآن من الجانب الإنساني، اقتصاديا هذه المشاريع أنا أعتقد أنها مشاريع تنموية بالدرجة الأولى. يعطيك العافية. طبعا سنعود الحديث معك دكتور حامد العبدالله، أستاذ في العلوم السياسية بجامعة الكويت، رح نأخذ معكم هذا الخبر.